بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قلنا إن هذه الآية وقعت بعد آية المنافقين في قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فناسب أن يقابلهم بالمؤمنين والمؤمنات. تلك مناسبة الضد للضد، لأن قياس الضد إلى ضده يظهر الأمرين معا. ولذلك الشاعر لما حب يمدح محبوبته قال ايه: فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا. والضد يظهر حسنه الضد. اذا بعد ان يذكر المنافقين وقبائحهم ومعايبهم وحنسهم فيما يحلفون وخلفهم فيما يعاهدون، أراد أن يجعل تقابلا بينهم وبين المؤمنين والمؤمنات. لكن التقابل اختلف في شيء، لأنه سبحانه قال في المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، وهنا قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الفرق بين النصين: بعضهم من بعض يعني كلهم زي بعض، ذرية بعضها من ايه؟ من بعض. ليه؟ لانهم مبنية على التقليد والاتباع. انما المؤمن بيجي على ايه؟ الاستنتاج والاقتناع. وما دام هم بعضهم من بعض فما فيش فيهم الا شر، وكلهم شر. لكن المؤمنين كده: إن وجد في مؤمن شر فوليه من المؤمنين يحضه عن الشر. يبقى ده استكمال ولا مش استكمال؟ لأن النفس البشرية لها أغيار متعددة، وليس كل واحد يلتزم منهج الله في كل شيء، بل فيه خصال ضعف في النفس الإنسانية. نقول: إن وجد في مؤمن خصلة ضعف، المؤمنون أولياؤه، ينصرونه ويبينون له وينصحون له. طيب، وبعد ذلك يرد اليه في نقطه ضعفه، برضو غيري هيجي يقولش، انا اقول له في نقطه ضعف وهو يقول لي ايه في نقطه الضعف بتاعتي. يبقى معنى المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، معناها ان الذي يقصر في شيء يجد من ناصره والقريب منه ما ايه؟ ما يدفع. لكن دوك ما يجدش، لانهم كلهم زي بعض، كلهم ايه؟ زي بعض. حين يقول الحق سبحانه وتعالى: بعض وبعض، البعض يعني فيه كل حتة منه. بس لما تقول البعض والبعض ما قلتش هي راسه ولا ايديه ولا رجليه، اي بعض؟ فاي بقى ايه البعض؟ هو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. من الولي ومن الموالى؟ قال لك: هو ولي وموالى. ولي وموالى ليه؟ قال لك: لأن الولاية معناها ايه؟ الولاية في أصل معناها مأخوذة من وليه يليه، يعني بقى قريب ايه؟ من. ضدها عداء، عداء عدا هذا الشيء يعني تركه. يبقى الموالاة ضدها الايه؟ العداوة. وما دام موالاه يعني قرب منه، ما فائدة القرب؟ فائدة القرب انه
يكون نصيري في ايه؟ في الامر الذي اضعف فيه. طيب اي مؤمن نصير؟ قال لك انا ضعيف في كذا يبقى المؤمن اخويا ينصرني فيه، وهو ضعيف في كذا يبقى انا، يبقى بنتكامل ولا لا؟ يبقى انا. ولذلك تجد في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. مش وصم، لو قيل وصم كان يبقى فيه ناس بيوصم وناس بيتوصم، انما تواصوا يعني ايه؟ انا اوصيك وانت، فاذا وقعت في نقطه ضعف انت توصيني للعدل، انت مؤمن ما تعملش دي وانا برضه اقولها، يبقى انا موصل وموصى. كذلك الولايه، هو ولي يعني قريب مني ينصرني، وانا وليه قريب منه ان ايه انصر. ليه؟ لاننا ابناء اغيار، وما دام ابناء اغيار واحد يجي فيه نقطه ضعف يوم يجي اللي فيه شيء نقطه ضعف ايه؟ وتواصل ايضا بالحق، مش وصوا بالحق، لا تواصل، لانني قد اميل الى الباطل في لحظه، يبقى المؤمن اللي زي يقول لك لا العدل، وانا برضو يمكن هو في لحظه انا اقول له العدل، يبقى بنتكامل ولا ما نتكاملش. ولذلك تجد كلمه الولاية اللي معناها القرب والنصير، الحق سبحانه وتعالى يقول في ذاته هنالك الولايه لله الحق. انت لما ينصرك المؤمن اللي زيك مش زي ما ربنا ينصرك، لان نصرتهم اغيار، لكن ربنا هو الايه، يبقى ربنا هو الايه، هو الولي الحقيقي. لما انت عايز نصره حقيقيه يبقى ولا المؤمن زميلك، يبقى من الولي. ولذلك يقول ايه، الا ان اولياء الله، اضاف اولياء لمين؟ لله. كويس كده؟ الا ان اولياء الله، وبعدين الله ولي الذين امنوا. الله، يبقى الله مره موالى ومره ايه؟ موالي. فوالي الله بطاعتك يواليك بنصره، يبقى ولي وولي. كويس كده؟ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، يبقى انت قربت من الله طاعه هو يقرب منك في ازماتك. ولذلك اضاف مره الولايه الى الله، واضاف الله الى الاولياء، اولياء الله إيه؟ يبقى الاولياء لمين؟ لله. والله ولي الذين امنوا بالولايه، يبقى الولايه جايه من مين؟ من ايه؟ من الاثنين. اذا الولايه الاصل فيها التناصر، وما دام فيه تناصر يبقى واحد يبقى مره في نقطه ضعف، واحد مره يبقى في نقطه قوه. لكن مين اللي هيبقى في نقطه ضعف دائما او نقطه قوه دائما؟ ما فيش حد. يبقى اذا كل واحد ينصر وكل واحد ينصر، كل واحد ايه ينصر وكل واحد ايه ينصر. الاول حينما قال الله كلمه بعض وبعض، ما دام لم يعين البعض يبقى كل جزء صالح ان يكون البعض ده والبعض الاخر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء، بعضهم ناصر لبعض، بس كده قسمه كده. قال لك والبعض اللي ايه اللي منصور ده هيبقى ايه؟ ما دام قال البعض ما عينش البعض، يبقى اذا كل واحد امر وكل واحد مأمور، وكل واحد ناصر وكل واحد ايه منصور. وكل واحد ايه منصور. هنا الآية بتتضح قوي لما يقول ايه، أهم يقسمون رحمة ربك، لما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله اذا ما في شك في القرآن، القرآن حلو بس العيب انه نزل على الرجل ده، يبقى الاصل متفق عليه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من الايه، فيرد الله عليهم ويقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ده احنا جعلنا منكم سادة والباقي يا عبيد، وجعلنا منكم أغنياء والباقي فقراء، أمر الدنيا احنا اللي عملناه. تبقى انت عايز تعمل الرحمة انت؟ أهم يقسمون رحمة ربك، نحن كانوا يشتروا في معيشهم ويقسموها، لا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يبقى الذي قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا مع أن لها أسباب، مع أن لها إيه؟ أسباب. وهم يجي يقسموا رحمة ربنا اللي هي بالاختيار المحض، ما يمكنش. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا
بعضهم فوق بعض. اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ ما دام كلمة بعض مبهمة، البعض صالح ان يكون زيد وان يكون عمر، يبقى اذا زيد مرفوع على عمر، وعمر ايضا مرفوع على زيد. اذا لا يوجد واحد من البشر مجمع مواهب، واحد شاطر في دي وخايب في التانية، والتاني شاطر في التانية وخايب في الاولى. ليه؟ ام قال لك ليكون التلاحم في الكون تلاحم ضرورة معيشة مش تفضل. تلاحم ايه؟ ضرورة معيشة. ولذلك مثلا تجد ان الانسان اذا كان فاضلا في شيء لازم بقى الايمان بتاعه اللبق يقول طب واني مفضول في ايه؟ الناس احسن مني في ايه؟ نقول لك انت حلو في ايه؟ في الشغلة الفلانية دي، وبقيت شغل الحياة تبقى خايب فيه، غيرك حلو فيها ولا لا؟ يبقى انا في الشيء الذي لا اجيده مرفوع علي، وفي الشيء الذي اجيده مرفوع. يبقى كل واحد في كون الله مرفوع مرة ومرفوع عليه مرة اخرى. ادي معنى ليتخذ بعضهم بعض. احنا ضربنا مثل زمان، الافة ان الناس ما بتنظرش في الرفع الا لشيء واحد، ده غني وده فقير. طب ما تشوف ده واخد كم في الصحة، كم درجة في الصحة، خد ده شوف كم واخد درجة في الحلم، كم درجة في نجابة الأولاد، كم درجة في صلاح الزوجة، في أشياء زوايا كتير. أنت بس تنظر لواحد واخد 10/10 ما تشوفها ياخد 0 في حتة تانية. يبقى مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، ولا تفاضل إلا بالتقوى. إذا لقيت اليقظة الإيمانية أنك إن رأيت واحدا متفوقا عليك في شيء اوعى تحسده، بس اسأل نفسك وأنت متفوق عليه في ماذا؟ وحط دي ويادي، تقوم تجد زي الكبرياء ينخفض لأن في ناس أحسن منه في زوايا كتير، وزي التواضع يرتفع لأن هو أحسن منه. وضربنا المثل بالرجل اللي من الأعياد وجه راكب السيارة بتاعته ودخل القصر وخرم في الجنينة كده أملأ رائحة كريهة، فسأل قالوا البكابورت مقفول وكل قاذورات بيت الماء طفت في الجنين، اين ارسلنا له فلم يجئ. ليه؟ قال والله قالوا في الحته الفلانيه، ولا مرضيش يجي، ولا هم اهانوه مره وقال لهم لا مانيش جاي مثلا. يوم يرجب سيارته تنه رايح عليه يقول له لا انا مش فاضي دلوقتي. يا سلام، ساعتها بقى يقول له انا مش فاضي دلوقتي، يقول له يا اخي مش هم. اذا انت وضع كبرياء الغني لمين؟ اذا فالفقير اللي بيعمل العمليه دي مرفوع على صاحبه، وعظم الدكه تذوب، عظمته تذوب. يبقى اذا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. اياك ايها المؤمن ان تفهم انك معزول في موهبه من مواهب الحياه، فان كنت فاقد موهبه فغيرك من المؤمنين له هذه الموهبه وسينفعك بها، وربما كان نفعه لك خير من نفعه لنفسه. شوف النجار مثلا يعمل الابواب كويس وبتاع ويجي لبابه يبقى مخلع. ليه مخلع؟ ده هو صاحب الصنعه. طب وليه قالوا باب النجار مخلع؟ قال لك لانه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه اجره. الله. واحنا ضربنا مثل مره وقلنا انك الايد اليمنى بتزاول الاعمال بخفه ولا بصعوبه، والايد الشمال بتزاولها بايه؟ ببطء. طب هات مقص الاظافر وامسك المقص كعادتك بيمينك وقص ضوافر ايدك الشمال، تقدر تقصها وتطلع ايه؟ وبعدين امسك المقص بالشمال وقص اليمين، تطلع واحدة عالية وواحدة واطية وتعمل الله. يبقى خير هذه عاد على مين؟ على اليسرى، وضعف دي عاد على دي. يبقى مفيش ابدا واحد، مفيش حاجة اسمها ايه؟ يعني كل واحد مواهب كاملة؟ لا، بل كل واحد ياخد 10/10 في حاجة وصفر في حاجة، وده 7/10 وده 8/10. خد الايه؟ خد المجموع. ساعة ما تاخد المجموع تلاقي مجموع كل انسان يساوي ايه؟ يساوي مجموع كل انسان. تلتفت تلاقي مثلا الراجل اللي عاش ياكل الدقيق المقطف، يعني الناعم الابيض الحلو ده، ايه؟ و-
والسن كان بياكل البوابين ومش عارف ايه، يوم يعني تيجي في اخر الحياة التكاترة يحرموا عليه ياكل العيش الابيض ويقول له ما تاكلش الا سن ودوكا يا عم. الله، مسألة واحدة ما فيش يعني نظام وكون مضبوط عشان يلتحم الجميع. انت محتاج ليا فيما انا قوي فيه وانا محتاج اليك فيما انت قوي فيه، يبقى هنتساند ولا لا؟ نبقى نتساند ويبقى مجتمع ايه؟ مجتمع سليم. ولذلك يقول لك الناس بخير ما تباينوا. لو اتحدوا كلهم وبقوا شكل واحد، طب قول لي بقينا شكل واحد كلنا قضاه، طب ومين يعالج المريض؟ ومين يحفر الارض؟ ومين يضرب الطوب؟ ومين يكنس الشارع؟ لا، ما يمكنش. بخير ما تباينوا، لان انا ما دام تباينا يبقى انا محتاج لك وانت ايه محتاج ايه، يبقى المجتمع ماسك في بعض ولا لا؟ انما ماسك، انما تقضى مصالح الكون تفضلا كلنا زي بعض. قلنا مره كلنا زي بعض، وبعدين مين يكنس الشارع؟ نقول لك بقى نتفضل كده، قال انا اتفضل اليوم لكنس الشارع. بقى هنسيب كنس الشارع على التفضل؟ ده لازم يرتبط بالحاجة، لازم يرتبط بالحاجة. وبعدين اللي يحسن ايه ربنا يقول له والله انت احسنت المهنة اللي بيقولوا عليها وضع دي، انا عوضك كذا بقى وعوضك كذا. ولذلك تلك عبقرة الحياة، الناس اللي بياخدوا يكون تشوف احترموا ماضيهم، احترموا ايه ماضيهم. يقول لك انا كنت مثلا كذا، انا لنا اصدقاء يقول لك انا كنت شياه وراضي بها. ساعة ما تكون في اي عمل من الاعمال ولو كان الجمهور يحتقر العمل وترضى به من الله، يقول لك ارضيت بقسمتي والله لا اعلينك به، ويخليه بقى هو اللي فوق. وزي كل ايام ما يفتكرش انه كان ايوه فاكر، هو فاكر، افتكر انت. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. طب الولاية دي تنشأ ازاي بقى؟ قال شوف بقى الولاية تفصيلها بقى، يأمرون بالمعروف، الله، وينهون عن المنكر، والتاني هيأمرني بالمعروف وينهاني على الايه؟ اذا فكل واحد منا ايه؟ آمر بمعروف ومأمور بمعروف، وكل واحد منا ناهي عن منكر ومنهي عن منكر. يبقى بعضهم اولياء بعض ولا لا؟ يبقى ادي النصرة، ادي الكلام، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال لك انت لا تأمر بمعروف وانت في بنجوة منه. هل واحد يأمر واحد بمعروف وهو بعيد عنه؟ يبقى في ايده كاس الخمر يقول له يا تكسر كاس ايدك كاس خمر، طب ما انت مسممها. يبقى ما دام يأمر بالمعروف يبقى ايه؟ بمنع عن المنكر وينهى عن المنكر. حياتي ما يأتيش، يأمرون بالمعروف، ومين هيأمر بقى ومين هينهى؟ كل واحد آمر وكل واحد مأمور، ما فيش حد أحسن من حد. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، عال قوي، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إقامة الصلاة قال لك أيوة، لأن فيها المؤمنين أولياء بعض. طب ومين وليهم؟ وليهم كلهم كده، أن المؤمن هذا ولي المؤمن هذا، والمؤمن هذا ولي المؤمن الثاني. ومين ولي الجميع بقى؟ لما يخيبوا كلهم المؤمنين من وليهم؟ الله. يبقى اذا الولايه الحق لمين؟ لله. يبقى احنا مؤمنين ويا بعض لنا ولايه، ولله لا ولايه عامه علينا احنا. عامه على ايه؟ علينا. ما دام في ولايه عامه علينا يبقى لازم نلتحم بالولي الذي لا استغناء عنه لنا جميعا، وهو سبحانه المادة الوصف للمؤمنين بينصروا بعضهم بعضا، او يعني ينصروا بعضهم بعض. قال انا ما منعتش القاعدة دي عن نفسي، برضو ان تنصروا الله ينصركم، برضو انتوا هتعملوا ايه؟ تنصروا الله وهو ايه؟ يبقى بقى يعني المسألة واحدة. فيجي يقول لك مدام الولي اللي ما نستغناش عنه، واذا عزت ولاية الافراد المؤمنين لبعض، يبقى نروح للولي الايه؟ الكبير اللي ايه؟ اللي فوق اسبابنا، اسبابنا كلنا ما نفعتش وقواتنا ما نصرتش بعض، يبقى مين بقى اللي ينصرنا؟ قال لك ما دام الله هو الولايه لله الحق، يبقى لازم تستديموا ولا اكل. واستدامه الولاء لا تكون الا بايه؟ بالصلاه. فقال يقيمون الصلاه، خمس مرات تقف بين يدي الله،
دي ولاء ولا مش ولاء؟ ساعة ما يقول الله اكبر ايه تجري علشان ايه؟ ليه؟ قال لك لانه صانعك، وما دام صانعك وربك دعاك، ده هو اللي بيدعيك وفرض عليك الدعوة والاجابة 5 مرات. لكن ان احبيت انك انت تبقى وياه دايما نعمل، ما نمنعكش، لكن الضروري انك انت تكون عندي ايه؟ 5 مرات عشان تستديم الولاء لمين؟ لله. وتعرض الصنعة نفسها على صانعها، ومدام الصنعة تعرض على صانعها كل يوم 5 مرات، هاتي اي آلة وخلي المهندس بتاعها يشوفها كل يوم 5 مرات، بالله تحصل لها عطب؟ دي ما تحصلش لها عطب. كذلك انت صنعة الله، اعرض نفسك على الله. والصانع من البشر تعرض عليه الآلة التي صنعها فيصلحها بمسمار بسلكة ببتاع بأي حاجة، بطارية ناقصة مش عارف يصلحها، قال لك لأنه مادي، هو مادة فيصلح بالمادة، إنما الله غيب فيصلح بالغيب. ما تعرفش عمل فيك إيه لما وقفت قدامه، إيه اللي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأمة، يقول إذا حزبه أمر، حزبه يعني كان فوق أسبابه، قام إلى من؟ قام إلى الصلاة. ليه؟ قال لك أنا الأسباب بتاعتي كسرت، أنا أروح للمسبب، وقف قدامه كده. ولذلك كان يقول لبلاد أرحنا بها يا بلاد، يعني أكن الراحة إيه مش منه إيه؟ لا أرحنا بها، يعني احنا مزرجنين نفسنا زرجينة كده من الصبح للظهر، يقول له أرحنا بها، خلي ملكاتنا تتعدل، خلي ملكاتنا إيه؟ يبقى لازم كان بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، كان لازم يقولوا إيه؟ ويقيمون الصلاة، لأن دي استبقاء الولاء لله، استبقاء الإيه؟ الولاء لله. وإحنا قلنا إن ربنا عايز نلتحم به، بس فرض التحاما 5 مرات في اليوم، وترك باب الالتحام مفتوح لتطوعك، ما تسيبش ربنا. صلي كتير. واحنا قلنا زمان علشان تفرق بين سيادة الاله وسيادة الفرد من البشر، قلنا ان انت اذا اسبابك ضعفت امام شيء بتروح للرئيس اللي يملكه علشان يقضيها لك، تطلب ان تقابله، يا ترى يقول اي ولا لا؟ ادي واحدة. وان قال اي يقولك هتتكلم في ايه يا حبيبي؟ يقول له هتكلم في كذا، انا عايز كذا كذا كذا. طيب تبقى تيجي الساعة كذا من يوم كذا في المكان الفلاني. لكن ربنا ما عملش كده. انت تروح له في اي وقت وفي اي مكان وتتكلم في اي شيء، وهو ما ينهيش المقابلة ابدا، انت اللي تنهي المقابلة من ربك. لا يمل الله حتى تمله، لا يشغله شيء عن شيء. ولذلك حسب نفسي عزا باني عبده، البقى العبودية تبقى عز. حسب نفسي عزا باني ايه؟ عبد. يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احب، انا اللي حدد الزمان، وانا اللي حدد المكان، وانا اللي حدد الموضوع. في عز احسن من كده بقى؟ في عز. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. مش معنى جاب تملي الصلاة والايه؟ تملي الصلاة والزكاة. قال لك لان دي استدامة ولاء للمعطي، مش كده؟ وفي الزكاة استبقاء حياة، بتديله عشان تستبقي له الايه؟ لان الولاء لا يكون الا بحياة، فانت بتستبقي له الايه؟ نستبقي له الحياة. وقرنهم ايضا، لان الزكاة اسقاط بعض مالك للفقير، والمال خذوا بالكم، والمال فرع العمل، ادي واحد، والعمل فرع الوقت. يبقى انت ضحيت بشوية من مالك، المال ده جاي من ايه؟ من العمل، والعمل جاي بايه؟ بالوقت. يبقى ضحيت باثر الوقت، وفي الصلاة ضحيت بكل الوقت، لان انت اديت الوقت كله اللي كنت تعمل فيه في شغلتك ولا بتاع، اديته لمين؟ اديته للايه؟
اديته لله، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ويطيعون الله ورسوله. طب ما هو قال يا اخي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ما يهدش الطاعة؟ قال لك لا، بده ينبهك الى شيء، هذا الشيء انك ان تفهم ان اركان الاسلام الخمسة شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هذه شهادة مش كده؟ وبعدين اقام مين؟ الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع، مش هي الاسلام ده، دي القواعد اللي بني عليها الاسلام. يبقى الاسلام حاجة تانية خالص، الاسلام ايه؟ حاجة تانية خالص. فوق دي بني الاسلام على خمس، لما تيجي تعمل الاعمدة والاساس هي دي البيت؟ لا، ده البيت لسه هنعمله تاني. كذلك دي اركان اسلام، بس الاركان اللي يبني عليها الاسلام، لما الاسلام حاجات ايه؟ من اول شهادة ان لا اله الا الله، ومن اماطة الاذى عن الطريق، كل حركة مسعدة مصلحة في الحياة، كل دي اسمها ايه؟ كل دي. فاذا لما يقول ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة اراد ان يعديها، قال لك واطيعوا ربنا واطيعوا الرسول بقى فيما امركم به من كل حركة في الحياة. وحركات الحياة كلها متكاملة، حركات الحياة متكاملة. ولذلك انت لو نظرت بالشيء الذي تستفيده الان تجد ده وليد ايه؟ وليد حركات متعاقبة من غيرك الى ادم. بالله انا قلت لكم مرة ازاي عرفتم ان العيش لما يتحط له خميرة يتخبز كويس ويقب كده طب عرفتم ازاي؟ مش اتنقلت لنا كابر عن كابر كابر كابر؟ طب واللي عملها اول مرة خدها من مين؟ ده خدها من الالهام الالهي. مش يصح انهم عجلوا في اول الامر حتة عجينة وبعدين بيعملوها كده تطلع في طير مبلط وياكلوه خلاص كده، وبعدين جت حدث من الاحداث قالوا ايه الحريقة قامت مش عارف ايه، وقاموا انشغلوا بالحريقة وسابوا العجين، فقوم لقوا العجون خمران كده ومتختخ، ابتدوا يخبزوه قام طلع عيش ايه؟ قال لك الله. اذا لما نخمره جت حكاية، ويمكن تيجي من غلطة، يمكن تيجي ايه؟ مبتكرات الحياة كلها نتيجة اغلاط، البنسلين ده جنبهم نتيجة اغلاط، قاعدة ارشميدس اللي عليها الغواصات واللي عليها تم ايه برضو نتيجة، كل حاجة نتيجة ربنا ايه؟ يهدي الى الشيء ولو بالغلطة. طب ايه اللي خلاك تفهم ان اللحم لما ينشوه يبقى حلو؟ مين اللي قال لنا على الحكاية دي؟ ازاي يعني؟ لازم تيجي الهاميات كده تبني عليها حركة الايه؟ طب مين اللي قال لك اطبخ الكوسه ولا تطبخش الخيار؟ واطبخ الملوخيه ولا تطبخش النعناع؟ ان هو اجمل كده نعناع يعني. الله، دي مسائل ربنا، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اذا احنا في كل ما ننتفع به وليد ايه؟ وليد اشياء متقدمه ايه؟ متقدمه علينا كتير قوي، كل حركه في الحياه. ولذلك اللي يجي يقول لك لا انا عايز انقطع للعباده، العباده اللي هي الصلاه والايه والصوم، يقول له طيب انقطع يا شيخ هنوافقك تنقطع للعباده عشان تعمل ايه؟ عشان تعبد. طيب يا سيدي العباده دي مش عايزه قوه يعني يبقى عندك قوه؟ طب القوه ما هي عايزه غذاء، هتعملها من غير اكل؟ لا هاكل. طب هتاكل من ايه؟ اكل رغيف واي حاجه. طب جبت الرغيف من ايه؟ من عند البقال. طب والبقال جابوا لك من ايه؟ من المخبز، والمخبز راح المطحن، والمطحن راح للمخازن بتاع الغله، والغله راحت الحقل، والحقل راح بره هناك عشان يجيب محاريت ويجيب. الله، سلسله قد ايه دي؟ لا ان كنت عايز بقى تقعد للعباده اياك ان تستفيد بحركه غيرك، خليك مؤدب بقى كده ما تستفيدش بحركه غيرك. يقوم يقول ما يمكنش. يبقى اذا كل حركه في الحياه للعبادة. عايز تستر عورتك في الصلاة، طب ستر عورتك عايز تعمل ايه؟ تجيب قماش. طب لما تروح تجيب القماش هتجيبه من ايه؟ من التاجر اللي بيبيع القماش، والبتاع القماش جابه من ايه؟ من مصنع النسيج، ومصنع النسيج جابه من مصنع الخيط، والخيط جابه من المحلق، والمحلق جابه من القط، والقط جاب من الغيط، والغيط شوف بقى العلماء والدنيا اللي بقى وراء الزراعة يبقى كلها عمالة تديك
ان كنت عايز بقى يا اخويا تعمل زي ما انت بتقول كده اياك ان تستفيد من حركتي ايه من حركتي ايه من حركات سواك. يبقى ويطيعون الله ورسوله كان ضروري تيجي بعد ويقيمون الايه الصلاه ويؤتون الايه الزكاه وبعدين بقى يطيعون الله في الاسلام الذي بني على هذه الايه بني على هذه الاركان ويطيعون الله ورسوله اولئك اللي هم المؤمنون والمؤمنات الذي حكم الله بان بعضهم اولياء بعض وبيامروا بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك اشاره لهؤلاء اولئك ملهوم قال لك سيرحمهم الله ان هو الابلغ اولئك يرحمهم الله ولا سيرحمهم الله لا سيرحمهم ليه لان السين هتدي استطاله زمن استطاله ايه زمن وما دام هتدي استطاله زمن وانا هقعد اقراها سيرحمهم 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 يبقى املي دائم في رحمه الله التي لا تنقطع املي دائم في رحمه الله ايه لا تنقطع ولذلك ايه ربنا لما حكى عن المؤمنين اللي عملوا صالح قال سيجعل لهم الرحمن ودا لان القران لما خاطب مش عرض ان بالمخاطبين بمجرد ما يسمع يموت يبقى ما شافش لو ما شافش حاجه يقول لك ممتد ايه ممتد لما ربنا قال له ولا سوف يعطيك ربك ما قالش يعطيك ربك فترضى ده لسوف دي علشان يبقى العطاء ايه مستمر العطاء يبقى مستمر سنؤتيهم اجرهم يبقى عطاء ولذلك تيجي تهدد واحد كده ما تقولش انا انتقم منك قال سانتقم يعني وان طال الزمن يعني ايه صحيح وان طال الزمن سيرحمهم الله كلمة سيرحمهم الله تعطي ان صفة الرحمة في الحق اعلى من صفة الرحمة في المخلوق ما قالش يتراحمون بس سير لأن التراحم من الخلق تراحم على قدر الجدة إنما الرحمة من الحق سبحانه وتعالى بصفات الكمال التي لا تتناهى وقلنا إن الرحمة أن لا يقع داء والشفاء أن يوجد داء فيشفى الاثنين بيقولوا للسلامة بس فيه سلامة من أول الأمر وفيه سلامة مش من أول الأمر نزلوا من القرآن ما هو ايه شفاء ورحمة اللي عنده خصلة سيئة القرآن يداويه يبقى عنده داء وبعدين القرآن يجي ايه يشفي انما رحمة ما يجيش داء خالص ان الله عزيز حكيم معنى عزيز غالب على امره ما يريده يقع ولما تيجي تقول ما يريده يقع بتضي صفة ايه صفة القيومية والجبروت والهيمنة عزيز اي لا يغلب ما يريده يقع واياك ان تفهم ان ذلك عن جبروت ظالم بل هو عزيز بحكمة عزيز بايه بحكمة في واحد يعمل انه عزيز انما مش بحكمة العزة بتاعته تخليه ايه تخليه يطغى انما عزيز بايه عزيز بحكمة وعد الله المؤمنين والمؤمنات ما هو الوعد الوعد بشارة بخير يأتي زمانه بعد الكلام والوعيد نزارة بشر يأتي بعد الكلام ليه قال لك لأن الوعد إذا كان بعد الكلام يقوم يشجع السامع على أن توجد عنده فرصة يعمل علشان ياخد الوعد وكذلك اللي عليه وعيد يبقى عنده فرصة يمتنع يبقى إذا ما دام وعد يبقى بشارة بخير إيه يجيء بعد الكلام والوعيد نزارة بشر يجيء بعد الكلام الذي يعد أو يوعد من البشر واحد ابوه يعده بانه لما ينجح يجيب له دراجه ياخده رحله الاسكندريه مش كده مثلا هو صحيح وعد انما وعده منوط باغيار فيه
لان من الجائز على ما الواد يجي ينجح ما يكونش صاحبنا عنده فلوس. يبقى وعد بشيء مش ثابت فيه. ولذلك يقول له بقول ان شاء الله علشان لما حصلش ما تبقاش كذاب. وركنها لمين؟ اسمينها ولا تقولن لشيء ايه نفاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لازم كل حاجه بتقولها فعلها غدا. ما منعناش التخطيط. خطط ونعمل غدا ونعمل السنه الجايه والخطه الخمسيه ونقول كل حاجه بس قول ايه ان شاء الله. ان شاء الله ليه؟ ام قال لك لان الذي تعد به قد ياتي وقت الوفاء ولا تجد عندك القدره على ان تفعله. اهو انا قلت وعدت واحد قلت له ان شاء الله بكره نتقابل في مسجد السيده زينب مش عارف الظهر نتكلم في الموضوع. فقال يا واحد اتفقنا وخلاص. لكن املك ان اعيش لغد؟ ادي عنصر فقد. املك ان يوجد هو؟ املك ان يظل سبب اللقاء موجود؟ من كنت عايز اقابله عشان استلف منه 10 جنيه وجالي بالليل 10 جنيه مثلا، كنت عايز اعمل له حاجه ورايي تغير ايه تغير فيه. الله. اذا ساعه ما تيجي تقول انا افعل ذلك غدا قل ان ايه لانك لا تملك شيئا من اسباب الفعل. الفعل يحتاج الى فاعل وانت لا تضمنه، ويحتاج الى مفعول يقع عليه وانت لا ايه تضمنه، ويحتاج الى قوه تباشر الفعل وانت لا تضمنها لجواز ان تمرض، وتحتاج الى السبب الباقي علشان تفعل يمكن السبب ايه يتغير. اذا انت لا تملك شيئا من هذا، وما دام لم لا تملك شيئا من هذا فلا تجازف وتقول انا قابلك بكره. اقول ان شاء الله. ليه؟ لان اللي يملك ان يبقيني او يبقي الواقع عليه الفعل او يبقي السبب او يبقي القدره هو الله. يبقى كل شيء تقوله لازم تقوله عشان يعصمنا الله من ان نكون ايه كذابين. لكن اذا كان الذي وعد لا تاتي عليه الاغيار يبقى ده محقق ولا مش محقق؟ محقق. يبقى وعد الله يعني معناها ايه؟ وعد من قادر على انفاذ ما وعد، لانه لا تتعلق به الاغيار. لا تتعلق به الايه؟ الاغيار. وعد الله المؤمنين والمؤمنات. ما هو تكلم بقى والمؤمنين والمؤمنات. يبقى بعد ما تكلم عن ماهية المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وبعدين تكلم عنهم يأمرون بالمعروف وينهون عنه، وبعدين تكلم يقيمون الصلاة ويؤتون الإيه؟ ويؤتون الإيه الزكاة، وبعدين قال يطيعون الله إيه ورسوله، وبعدين أولئك سيرحمهم الله. ما دام سيرحمهم الله لازم يفسر لنا المذكرة التفسيرية بقى بتاعت الرحمة دي. إيه المذكرة التفسيرية؟ بتاعت الرحمة يعمل إيه؟ أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز إيه؟ وعد حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. الله. بقى هو وعدهم جنة؟ قال لك آه. صفتها كيت وكيت وكيت ومساكن طيبة. يبقى الجنة غير المساكن. انت عارف بقى الجنة دي البساتين اللي يعملوها يقول لك ده بستان ايه عام كل اللي حواليه يبص عليه. يبقى الجنات هي ايه؟ هي الاشياء الجميلة من الخضرة والزهور اللي عامة كده لكل الناس. جنينة كبيرة قاعدين كده هو والناس كلها بتتمتع بيه. انما الجنة بقى بتاعت السكن كل واحد له جنة لوحده ومساكن ايه طيبة. طب مساكن طيبة ما يبقاش لها برضو بستان لوحده؟ قال لك اه مساكن وفي جنات عادة. يبقى عندنا كم حالة؟ جنات دي كلها الايه للجميع. ولذلك قال لك الجنات هي ما يوجد على جانب النهر من الزروع الجميلة والازهار والمش عارف الايه والايه 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 دي كله. وبعدين ايه؟ في مساكن طيبة. ما طيب هذه المساكن؟ أم قال لك الإنسان إذا نظرت إليه فإنه يحب الشيوع أولا ويحب الانكماش ثانيا. إذا أراد أن يملك عايز يملك حاجة بعيدة واسعة
واذا عادي يبقى في عز كده يقعد في ايه لوحده، مش شقة في عبارة، لا ده فيلا، ومش فيلا بقى يرقيها، يبقى قصور، قصور يعني فيها كل حاجة انا محتاجها، اذا دخلت فيها قصرتك عن ايه، عن سوى تستهني. الفيلا تبقى يعني الشقة في عمارة غير منه. يبقى مساكن طيبة ما فيهاش عكننة ابدا، في جنات. كلمة جنة احنا قلنا زمان عند الكلام عن ادم والجنة والايه، قلنا الجنة هو المكان اللي فيه ايه، زروع وخضرة، بحيث من دخلها يستر فيها. ساعة ما تدخل كده من الشجر الضخم كده والحاجات تتوب فيها، او جنة يعني سترك ان تحتاج الى غيرها، يبقى اللي اسمها ايه. ولذلك دي قلنا جن، ربنا سمى الحاجات دي جنان ولا لا؟ يود احدكم ان تكون له ايه، جنة بربوة، انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة، مش كده، اذا اقسموا لا يصرمون. اذا فالجنة هي المكان اللي فيه ايه، اللي فيه خضرة واشجار وازهار، بحيث اللي يصير فيها تستره من جنة الليل اذا سطر، او من جنه اذا اعزله عن غيره، لانه ايه ما يحتاجش الحاجة ابدا، كل حاجة موجودة ايه، موجودة فيها. فيها بقى لما ربنا حب يدينا صورة الجنة، كيف كان ينقل الله لنا صورة الجنة مع ان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الوجوديات في الكون، وجود اللي تراه، لكن اللي تسمعه اوسع، لانك انت هتسمع اللي ما رأيتوش، واحد غيرك راه هيقول لك عليه. يبقى من اللي اوسع بقى، الرؤية ولا السماع؟ السماع. يبقى الرؤية هتاخد مجال واحد، لكن السماع هياخد مجالك ومجال غيرك ينقله لك. لما نقول لك انت رحت نيويورك، يبقى تبقى رأيت رحت نيويورك، انما ما رحتش، واحد راح وقعد يقول لك ده كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى السماع اوسع من الرؤية ولا لا؟ طيب الخواطر اللي بتيجي اوسع من السماع ولا لا؟ لان السماع هيديني اللي شافه غيري ولا اللي سمعه، مش كده؟ لكن الحاجات اللي ما تخطرش على البال دي تبقى اوسع ولا لا؟ يبقى اشياء فوق الحصر. وما دام اشياء فوق الحصر ولا خطر، اللغة انما توضع لمعان معلومة. الفاظ اللغة توضع لمعان، يبقى لازم يا مرت على العين، يا مرت على السمع، يا مرت في الخاطر، مش كده ولا لا؟ على الاول، هل التلفزيون قبل ان يوجد كان له اسم؟ ملوش اسم. اذا لا يمكن ان يكون فيه اسم الا اذا كان له موجود. له ايه؟ موجود. قبل الوجود ما يبقاش له اسم. طب ما دام الجنه هيبقى فيها ما لا عين رات، يبقى ما عندناش اسم ليها، ولا اذن سمعت، ما عندناش اسم ليها، ولا خطر كمان على قلب بشر، ما عنديش اسم ليه. طب فاذا اراد الله ان يعطينا صورة، ما تستطيعوش ان تاخد الصورة، لان لغتكم لغتكم قصرة، فيها اشياء لا شفتوها، والرؤى كلكم هي دي اللي ايه. ولذلك ما يقولش الجنة، يقول مثل الجنة التي وعد المتقون، مثل، مش هي الجنة. والى لقائنا اخر ان شاء الله.